عرض سيقدم 23 مجموعة من الكورال الغنائي التراثي للأطفال الفلسطينيين المشتتين في 5 بلدان عربية، وهي الأردن والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا ولبنان، ليجمع أطفال فلسطين في صوت يحمل هوية ثقافية لتعزيز ثقة الأطفال بنفسهم وتقليل الضغط النفسي عليهم كونهم لاجئين. مبدأ المشروع أنه نجمع الأولاد اللي بمدارس الوكالة اللي هم اللاجئين ونعطيهم شغلة جديدة بحياتهم ونعلمهم تراثهم اللي صار لهم فترة يعني عم بنسوه ونعيش هاي الشغلة فيهم مرة تانية. فجمعنا هاي الأطفال يغنوا أغاني تراثية وشعبية عربية، ومبدأ المشروع اليوم يعني اللي رح يصير إنه بدنا نجمع كل المناطق يغنوا مع بعض بنفس الوقت عشان يوحدوا أصواتهم خلال الموسيقى. حفل كورال السنون هو جزء من مشروع استمر 3 سنوات أنشأته جمعية إلينا روستروبوفيتش، وسمي بالسنون لأن الموسيقى هي جزء من الثقافة الفلسطينية، بحيث تم تعليم الأطفال على منهج موسيقي موحد لتكوين هوية ثقافية موحدة عند جيل من أطفال الشتات في العديد من البلدان. كان حلو كتير وتعلمنا منه أشياء كثير، مثل الغنى، كمان الغنى، وتعلمنا الأغاني التراثية اللي اندثرت كمان. طيب احكي لي، أنت مبسوطة بهالتجربة وإيش بتحكي لأصحابك عن هالتجربة؟ عن المشاركة بالكورال إنها حلوة كثير، واللي بشارك فيها بكون مبسوط كثير. أول ما أجينا من الكورال تعلمنا النوتات والأغاني، والأغاني القديمة اللي ما كنا نعرفها عرفناها بالكورال. طيب احكي لي، أهلك أصحابك إيش بيحكوا لك عن هالمشاركة؟ يا ريت أنا معك، الكورال حلو وبضلهم يحكوا لي بدي أتسجل. أنت فخورة بحالك ومبسوطة؟ أكيد. أغاني تراثية مميزة مثل تك 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 وبلاد العرب وزوروني كل سنة مرة والعديد من الوصلات المتنوعة لأطفال فلسطينيين عاشوا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، تعلموا تراث آبائهم وأجدادهم مجتمعين وكأنهم في مكان واحد عن طريق النقل الحي عبر الأقمار الصناعية. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السلاوي.